طفل في مصر. اذكى ايه؟ طفل في مصر. الاسم يزن والدلع حديده، وكمان بقى مميزاته بيعرف 15 لغة. 15 لغة. ايوه عدوا بقى معايا: انجليزي، فرنساوي، ايطالي، اسباني، بورسعيدي. قال لي خلي بالك منه. ماما عايزة تشددني كده ليه؟ في ايه يا حبيبي؟ انا عايز الايباد ده. بس كده؟ بصي كده. اتفضل يا يزن يا حبيبي، العب بيه براحتك. تعم. نعم. هو انت ليه اخدت الايباد بتاعي وعطيتيه لامك؟ مش عايزة اسمع صوتك خالص. اولا يا يزن باشا، يا يزن بيه ما اسموش ابنك. ثانيا ده يؤمر ويتشرط وانتوا تقولوا حاضر ونعم بس. انتي واختك شغالين عنده خدامين. ايه؟ شغالين عنده خدامين؟ ايوه، عشان ابوكي بيحب الولاد. ده نمبر 1 عند ابوكي، مش نمبر 2 شبهكو. ثواني بس يا طنط، هو يزن اخونا بس احنا مش شغالين عنده خدامين. هو في ايه؟ لا، طول ما انتوا عايشين معايا هنا تبقوا شغالين عنده خدامين، طول ما انتوا ما عندكوش دم مش راضيين تروحوا تعيشوا عند امكو يبقى انتوا هنا خدامين. طب ايه اللي حصل طيب؟ بصي يا امنيه، انا اقولك، طنط اخدت مني الايباد وعطيته لنا. اشتكيت لها؟ يلا يا امنيه تعالي اضربيني ومديني يا حبيبتي. يعني انت يا طنط تاخدي الايباد بتاع غزل وتديه لولا حديده؟ ما اسموش حديدة، اسمه يزن. اسمه يزن باشا، يزن بيه. ايه حديدة دي؟ ما اسمعكيش تاني مرة تقولي له حديدة، هعاقبك عقاب كبير قوي كده. يعني يا اسمه ايه؟ قولي له يزن باشا. قولي له يزن باشا. قولي له يزن بيه. يزن بيه. افضلوا كده رددوها، طول ما انتوا ماشيين رددوها كده. انا يزن نمبر 1. برافو عليك يا حبيبي. تعالي يا غزل، تعالي اتكلمي في موضوع يا غزل. تعالي. انا يزن نمبر 1. يزن نمبر 1. بصي بقى يا يزن، العب بالتابلت براحتك يا حبيبي. اي حد بس يبص لك بصه مش عاجبك تعالى قول لي على طول، وانا هعملهم لك كفته. ماشي يا ماما. ماشي يا حبيبي، يلا العب. يا امنيه. ايه يا غزل؟ انت بتعملي ايه؟ انا هغير هدومي، انا هلبس يا غزل. ليه كده يا غزل؟ عشان طنط ندى بقى زودتها معانا قوي. ايوه يا امنيه. بس بصي بقى، انا عايز اقول لك على حاجه. هو الولا حديدة ده اخونا، بس احنا مش شغالين عنده خدامين. وبعدين انا بحبه، بس هي بصراحه خلتني اكرهه. ايوه يعني امنيه، بس هتعملي ايه يعني؟ اصل انا شفت فكره على النت حلوه قوي هعملها في الولا حديدة ده. بجد؟ اه. طب ايه هي الفكره؟ قوليلي. هقول لك عليها، بس استني البس الاول بس. ماشي. دق دق دق، مين بيخبط؟ انا حميدو، عاوز ايه؟ يا فيروز افتحي الباب، جبتلك كفته وكباب. يا كذاب يا كذاب، بابا قال لي ما افتحش الباب. يا كذاب يا كذاب. يا حميد اهلا اهلا. يا صباح الفل يا استاذه امنيه. صباح الفل يا استاذه غزل. صباح النور. مالك يا استاذه امنيه ليه زعلانه كده ومكشره على الصبح؟ المفروض تبتسمي كده وتضحكي للحياه. طبعا يا حميد، انت عارفه ان ماما كانت بتحبك قوي صح؟ اقسم بالله امك دي كنت بعشقها كده. امك دي كانت ست كمل، بس معلش بقى والنصيب اتقطع بينها وبين باباكي لحد هنا، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ طب بصي يا حميدو، بصراحه يعني كده طنط ندى بتحب ابنها حديده ليه مسميه يزن ده، بتعامله حلو قوي، واي حاجه تكون معانا هي بتاخدها مننا وتديها للولا حديده ده. وكمان انا عايز اقول لك على حاجه، هي بتقعد تسخن بابا عليا وتقول لي كمان ده الراجل ده نمبر 1، ده كمان انتوا بتبقوا خدامين عنده. خدامين عنده؟ اه. طب انا عايز اقول لك على حاجه، ليه مش بتروحي تقولي لابوكوا يا بابا هي بتعمل فينا كيتو كيتو كيت؟ ما هي بتيجي قدام بابا بقى وعماله تقول لا انا ما بعملش كده، هما وقعدت تسخن بابا عليها. بتعمل نفسها بريئه بقى وطيبه وغلبانه ويا حبايبي صح؟ ايوه ايوه انا عارفاها. ماشي. انا بصراحه يعني كده جات لي خطه في دماغي عشان اضايقها هي وابنها. تضايقيها؟ اه. بس انا اقول لك على حاجه، يعني يا استاذه امنيه انت بتقولي لي الكلام ده ليا ليه؟ انا مش فاهمه برضو. يا حميدو احنا بنحبك يا حميدو والنبي. طب انت عايزاني اعمل لك ايه يعني؟ انا اقول لك على خطه وتتنفذيه. لا، خطه مع استاذه ندى؟ اه. انا اسفه لحد هنا وستوب. بصي استاذه ندى لو عرفت مش هتسيبني، وانا صراحه ما اقدرش اعمل كده. مش هتعرف يا حميدو والنبي. والنبي يا حميدو. لا ما امسره هتعرف. انا معلش. يا حميدو والنبي. يا حميدو. ايوه يا حميدو والنبي. اقول لك على خطه. طيب قولي انا بحب امك، قولي وامري الى الله بقى. بصي يلا 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 بينا، عايزاكم تفوقولي بقى وتروقولي النهارده كده وكله يصحصح معايا. جاهزين يا حميد؟ النهارده المزاد على اذكى طفل في مصر. اذكى ايه؟ طفل في مصر. الاسم يزن والدلع حديده، وكمان بقى مميزاته بيعرف 15 لغة. 15 لغة. ايوه عدوا بقى معايا: انجليزي،
فرنساوي، ايطالي، اسباني، بورسعيدي، طنطاوي، اسماعيلاوي، وكملوا انتوا بقى كل اللي عايزين. وكمان الميزه الثانيه ان هو بيمشي وهو نايم. الله الله بيمشي وهو نايم. انا خايف عليك من الحسد يا دتة. ما شاء الله ما شاء الله. وكمان بيمشي بقى على الحيطه. عارفين يعني ايه بيمشي على الحيطه؟ بيتحول لسبايدر مان وسوبر مان. الله وسوبر مان. سوبر مان. ايوه شايفين الابهار؟ شايفين؟ ما شاء الله. ده الله اكبر عليك يا ده بيعمل كل كده. بيعمل كل حاجه بقى. وكمان بقى الميزه الاكبر والاكبر والاكبر مزاحه امه في البيت ومطلع عينيها. المزاد مختلف خالص، زي مش زي ما انتم متوقعين. لا 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 لا، المفروض المزاد العادي بتزوده فلوس، احنا بقى هنا في المزاد ده هنقلل الفلوس. اللي هيقلل هو اللي هيكسب. الله الله الله. ايوه استاذ امنيه، ايوه استاذ امنيه، سمعينا سمعينا. وكمان وكمان عايزه اقول لكم على حاجه بقى، ميزه جديده في حديده اللي هو اسمه ايه؟ ياسر. اسمه ياسر، بيكلم نفسه. طب هو واحد بيتكلم مع نفسه. ما شاء الله. لما اخدك معايا. هو مش هنا مش هنا يا ده، انا هتبقى بتمشي على الحيطه. ايوه انا خليك تسرق الشغل كلها. يا بيتحول لسبايدر مان وسوبر مان. سبايدر مان وسوبر مان. ايوه الاثنين مش هسيبه. طيب يلا بقى يا جماعه بينا نبدا المزاد، ندخل في الجد بقى وسيبنا من الهزار شويه. ثواني بقى، انا هقول لكم المزاد هيبدا بكام. بكام المزاد هيبدا ب 1000 جنيه. ها مين يقلل؟ 1000 جنيه؟ 900 جنيه. ومعانا هنا 900 جنيه. 800. هنا مع استاذة سلمى. 750. ايوه كده 750 هنا مع فرنسا. يلا يلا هنا 749. 749 هنا مع عم احمد. 700. 700 هنا مع استاذة سلمى. 690. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. 690 هنا عند فرنسا. اذكى طفل في مصر. يلا مين هيكسب؟ يلا قللوا اكتر. 500. ايوه 500. مش هسيبك يا دتة، مش هسيبك. دتة معجزة يا معجزة. الله اكبر الله اكبر. عينيا يا خايف عليك من الحسد. خايف عليك من الحسد. شوف العايق. سم الله سم الله. ما شاء الله. هنا دلوقتي وصلنا 500 جنيه مع عم احمد. يلا 200 جنيه. 200 جنيه. مش همشي من غير يا هنا غير لما اخد اذكى طفل في مصر. 200 جنيه هنا عند فرنسا. 99 جنيه. 145 جنيه. اللهم صل على النبي. ايوه كده ايوه كده ايوه 74 مش هسيبك يا مش هسيبك يا انت وقت نبغى يا عم. مش هسيبك. انا خايف عليك من العين. خايف عليك من العين يا عم. مش هسيبك. خلاص اهدى عم احمد. 73 73 جنيه. كنت هعمل بيه مصالح. خايف عليهم للعين. خايف عليهم للعين. بيتحول لسوبر مان وسبايدر مان. سوبر مان وسبايدر مان. ايوه السلام عليكم حميدو. كده خلاص عم احمد. كده خلاص يا حميدو. ما خدتش ال خدي اهو. خدي يا حبيبتي التليفون. كده انا خلصت اللي عليا. استاذه سلمى اوعيكي تكوني جبتيني ازعل مني. ما طلعتكيش خالص في الفيديو. ايوه كده بعديني عن اي كلام. عايزه مني اي حاجه ثانيه؟ لا ربنا يكرمك يا استاذه سلمى. اتفضلي يا استاذه سلمى. شكرا جدا. شكرا يا حميد. شكرا لتعبك ومجهودك معانا ومسكه التليفون.
ربنا يخليك يا حميدو. اتفضلي حاجه. ربنا يخليك يا حميدو. اتفضلي. مع السلامه. عم احمد تعالى هنا. عم احمد انت كنت شايفاك كده مبهور كده وانت عايز الولا. الواد نبغه نبغه. اللهم صل على النبي. الواد دوت عايز يتحط باترينا والسياح يتصوروا معاه. طب ماشي عم اتفضل بقى ال 100 جنيه. ما اشوفش وشك. انت ما شفتنيش ولا عرفتني تاني يا عم. حاضر يا حميد. مع السلامه. الى اللقاء. يلا على الخطوه الثانيه بسرعه. يلا. ايوه انا عارفه هعمل ايه. طب يلا وانتوا يلا بسرعه. يلا حميدو يلا. الحقيني يا مدام نادر. الحقيني يا مدام. حميدو في ايه؟ ابنك يزن هيضيع. ابنك يزن هيضيع. ابني يزن؟ ايوه. ليه ماله؟ استاذه غزل واستاذه امنيه عملوا مزاد على ابنك يزن وباعوه. ايه؟ ايوه ايوه ابنك اتباع. واحده خدته وهتمشي بيه. الحقيني بسرعه. الحقيني. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ ايوه ما هم قالوا. ليه هيعملوا كده؟ ما هم قالوا ان انت بتعامليهم وحش وبتعاملي يزن ابنك احسن منهم وانت بتعامليهم معامله وحش خالص. فقالوا ان هم بقى لازم يضايقوكي زي ما انت بتضايقيهم. وصايه يا حميدو. هو ضاع في المزاد. طيب هنعمل ايه يعني؟ ايه ضاع في المزاد بس؟ والنبي هو مش لعبه ولا ساعه عشان تبقوا في مزاد؟ ده ابني. ابني مش انت بتعاملينا وحش وبتقولي لنا ان احنا شغالين خدامين عنده؟ لا هو اللي شغال عندكم. انتوا كلكم اخوات اصلا. حمزه عشان خاطر ابني راح فين؟ ابني فين يا غزل؟ ردي عليا يا غزل. ابني راح فين يا امنيه؟ والنبي انت الكبيره انت العقله. ابني راح فين؟ طب بصي ابنك. بصي اهو ده مزاد بجد. ايوه والست دي اللي اخدته. اهي وريني وريني. هي دي الست اللي اخدتها جابها منين دي؟ انا معرفهاش. طيب بقى انا ممكن ارجع لك ابنك بجد بشرط. ايه هو؟ امري قولي اي حاجه انا هعملها لك. انا وغزه هتعاملينا احسن معامله شبه ابنك بالظبط واحسن كمان. هشيلكوا على راسي من فوق بس مش هتضايقينا تاني. اه والله عشان خاطري. امنية حرام يا امنية رجع لها يا انت جدع يا بنت. والله انت جدع. بس عايز اقول لك على حاجه. لو ضايقتنا او عملتش لا اي حاجه هنبقى يذهب بجد. بعين انا بعين انا لو جيت جنبكم. والنبي والنبي تمام ماشي. انا هسمع كلام غزل. ماشي يا غزل. شايفه انا كده صح؟ ايوه يا امنية. عشان خاطري عشان خاطري عايز امني. والنبي خلاص تعالي الحقوا طنط بقى. انت كمان مش عارفاها يا امنية. يلا تعالي بقى. يلا بسرعه. عايزه اقول لكم على حاجه. مش عايزاكم تزعلوا مني. انتوا التلاتة اخوات وانتوا التلاتة عيالي. انا عمري ما هفرق تاني المعاملة ما بينكم انتوا التلاتة. انا بحبكم واحنا كمان بنحبك. وبصوا بقى هتلاقوا تغيير بقى من النهاردة. كل اللي انتوا تتمنوه انا هعمله لكم. ماشي. احنا اسفين يا يزن. احنا بنحبك وعارفين. بالليل هاخدكم بقى واديكم الملاية واجيب لكم حاجات حلوة. شكرا حبايبي بحبكم قوي. واحنا كمان بنحبك. يلا بينا. يلا يلا.